مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم نسور الناس. بمناسبه اليوم العالمي للمدرس، كل واحد عنده ذكرى سيئه او طيبه مع احد المدرسين، لذلك نزلنا الشارع المغربي باش نسور الناس. شكون هو الاستاذ اللي ما تنساش لكم وعلاش؟ اجي نشوفوا الاجوبه ونرجعوا لكم. وانا اللي بقى مرسخ ليا في دماغي ويا ريت المغرب كله يرجع ليه هو الفقيه ديال الجامع. الفقيه ديال الجامع اللي كان واحد كيقرك بالقواعد، القواعد وواحد الحكمه وواحد الحده، وكانت الرباعيه ديال الاربعه خاصك تجيب برادتاي واربعه دريال. هو الفقيه هويا اللي كان في درب الحموان في الزنقه تقول ميمه بالضبط، وكان داك السلهام وداك الشد وداك اللحيه المقاره ديالو وداك القصيبه، كتبقى بشوية رويضا رويضا حتى كتعلم وتمشي مزيانة. الذكرى اللي ما جبتيش نهار الأربعاء أربعة دريال تاكل العصا، والبريري ديالي تاي كتلتزم به، وماشي غير أنت، كل أربعة كيكون واحد الولية لأن ولا خرجتي مثلا السلكة ولا وصلتي واحد النيفو كبير راه كيطوفوا بيك وترحب بيك وكتكون أنت أحسن ما كاين، يعني أنت ملك زمانك. نوجه ليه الرحمة والمغفرة والله يجعلهم يكون في الجنه ان شاء الله. المدرس اللي بقى لاصق لي في الدماغ ديالي، حتى انا كنت شويه ناقص في قرايه بزاف عاد، ولكني كان هو مسكين تيبغيني بزاف عاد، لحقاش ما عرف هكا كان تيبغيني تيجي لعندي حتى للدار باش يعاونني. هذا هو اللي باقي في الدماغ ديالي، هذا باش يعاونني في الدراسه ديالي، هذا هو اللي كان باقي عندي مازال في الذاكره ديالي. لا تلاقيته واحد الوقت، كنت تلاقيته من تما ما عاودش شفته، هو بقى في فاس وانا في كازا ما عاودش. هذاك هو اللي ما عمري نسيته. في واحد ثاني تاع اللغه العربيه سو سي حسبان، حتى والله يرحمه مسكين، كان طيب معنا فهمتي. هو اللغه الفرنسيه نيت سو اسمه سي توفيد، كنا كنلعبوا واحد الكورس من ذوك الحديديه فهمتي، وكنا لما نتلاقاو في العشيه نبغوا نلعبوا في العشيه، نتلاقاو مع الدراري الاصدقاء وداك الشيء كنلعبوا. المهم انا كنت كنلعب مزيان فهمت، لما كنجيو ثاني في الغد القسم ولا شي حاجه ما شي قسمه ولا شي حاجه ما عرفتش قوي انت ليه برا كتلعب مزيان والقرايه ما كتبغيش تقرا مزيان. الله نقول الله يرحمه مسكين، الله يوسع عليه باب الغفران. حملني هزوني اربعه الدراري وحملني اللغة العربية، قلناش الدرس داك التمارين وحملنا حمل القسم كامل. يديك باقي راسي خاف الدماغ ديالي، نقول له شكرا جزيلا حيت حملنا، حيت حنا ما درناش التمارين ديالنا. كنت كنقرا في الليسي ديال المخشار السوسي، وكان عندي ديك الساعة العام الأول ديال الباك، وجبت مزيان، ماشي جبت شي نقطة خايبة، جبت مزيان في الدورة الأولى، وكان طرا لي واحد المشكل مع واحد الأستاذة وشحال الفاش عليها، قالت لي شوف إن شاء الله إلا كملتي في هاد المدرسة، وجاش مع الباك، صدقاش خرجت لي على قرايتي، وما شديتش الباك في ذاك العام، ومن وراها عام اللي موراه ما قريتش، يعني ضاعت لي عامين. عاد فكرت ندير شي حاجه اخرى، عاد قريت. ملي جيت ندخل لواحد البلاصه بغيت ندخل للسونتر ولا شي حاجه تيقول لك ضروري خاصك الباك، وانت كتجي تشوف ماشي شي دري اللي كاسول ولا ما كتعرفش تقرا، يعني عندك لي مويان باش تقرا، ولكن هذيك الاستاذه خرجت يعني هذاك لو كبقى عندي من شحال هذه، واخد واحد الفكره خايبه على واحد الاستاذ وداك الشيء، ما كانش عندي هذه الفكره هذه، ولكن ملي طرا لي هذا المشكل بالضبط كراش. لا ما نسيتوش حيت تعمدات تخرج لي على حياتي وفريمون خرجات عليها. اللي بقى نترسخ ليا كاينين جوج الناس، كاين واحد اللي كان عنده واحد الفضل كبير اللي كان يعني مدرس ونعمة المدرس، يعني انسان اللي كيتفاهم مع الوليدات، ميم الاباء حتى هما كانوا كلشي كان كيبغي يقري وليداتو عندهم، كان مربي كان مدرس، اللي ما عندوش كان كيعاونو، الى شي حد ما شرا شي حاجه وكان شويه فقير كيقول لهم يعني كيخدموا في نفس المقرر. وكانت واحد أستاذة الله يذكرها بخير والله يسمح ليها، يعني انه ما كان فيها ما يبقى دير داك الجهد، مثلا ليكسبريسيون كريت كانت كدير لنا اربعه ديال ليكسبريسيون كريت في الطابلو، كتقول لك كل صف ينقل واحد.
ورجعنا لكم مشاهدينا الكرام، وكما شفنا ان الاجوبه كتختلف، فبعض الناس قالت انها عندها ذكرى سيئه مع احد المدرسين، وبعض الناس قالوا انهم عندهم ذكرى طيبه مع المدرسين. وصلنا الى نهايه الحلقه، شكرا لكم.